الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن عمرها تقريبا 22 عاما وهي متعبة نفسيا وتبكي كل يوم، وصارت الدورة أكرمكم الله تغيب عنها بالأشهر ثم تعود مرة أخرى، وتقول إن دورتها لا تنزل إلا بحبوب، فهل ترى في ذلك أن هذا يستدعي أن تذهب لأحد يقرأ عليها القرآن، أو هل تنصحها بشيء معين؟ الحمد لله، ينبغي للمؤمن أن يعلم أن ما يصيبه في هذه الدنيا من المصائب وما ينزل عليه من الآلام والأمراض إنما هي بقضاء الله عز وجل وقدره، والواجب على المسلم إذا حل به شيء من أقدار الله عز وجل أن يعامل هذا القضاء والقدر بكمال الإيمان والتسليم واحتساب الأجر وإحسان الظن في ربه تبارك وتعالى وكمال الثقة في الله عز وجل، فلا ينبغي له أن يحمله هذا القدر من الله تبارك وتعالى على التضجر أو التسخط منه، فإن الله عز وجل ما يقدر إلا ما فيه الحكمة والمصلحة المتناهية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس لذلك أحد إلا للمؤمن. فاضطراب هذه الدورة عند الفتيات بعد بلوغهن، وإن كان عند بعض الفتيات على حسب الأسباب الطبية أنه أمر طبيعي، إلا أنه لا ينبغي أن يكون موجبا للحزن ولا الهم ولا الغم ولا الكدر ولا القلق، لأن قوة إيمان المؤمن وكمال ثقته بالله عز وجل يذهب غمه ويفرج همه ويذهب كدر صدره. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل في إيمانها عند ورود شيء من القضاء والقدر بالآلام والمصائب، وأن تحمد الله عز وجل وأن تشكره. فإذا وصيتي لها أن تراجع إيمانها بقضاء الله عز وجل وقدره، فلا ينبغي لها أن تتضجر ولا أن تقلق ولا أن تهتم ولا أن يتكدر خاطرها ولا أن يضيق صدرها، لأنه أمر قدره عليه من رزقها وخلقها، ومن اسمه الحكيم وصفته الحكمة المطلقة المتناهية. فالله عز وجل لما قدر عليك يا أختي هذا الأمر فإنه لم يقدره عليك إلا لخير يعلمه لك، فثقي بالله عز وجل وأحسن الظن بالله، ولا يمنع ذلك أن تسعي في كشف هذا القدر أو في كشف هذا الأمر بالأسباب، بسلوك الأسباب المتاحة، بمراجعة الأطباء العارفين بمثل هذه الأدواء وبالرقية الشرعية. كل ذلك لا يمنعه الإيمان بالقضاء والقدر، بل إن سلوك الأسباب المتاحة مع كمال الإيمان بالقضاء والقدر هذا من جملة ما يدخل في دائرة المطلوب شرعا في الإيمان بالقضاء والقدر. وإلا فإنه من المعلوم أنه تكثر الاضطرابات الطمثية، يعني الحيض لدى الفتيات لا سيما عند ابتداء بلوغهن، وقد يوجب هذا شيئا من القلق لدى الفتاة أو لدى أمها أو لدى أخواتها، ولكنه أمر قد أخرج الله عز وجل له دواء وعلاجا، فما أنزل الله عز وجل من داء إلا وجعل له شفاء. فإن ذهبت إلى أحد يقرأ عليك القرآن فهذا طيب ولا حرج فيه، فإن القرآن شفاء، يقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ويقول الله تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ومع الرقية الشرعية والحرص عليها فاسلكي الطريق الآخر، وهو الذهاب إلى الأطباء والاستشاريين الذين يعرفون حقيقة هذه الأدواء، فتجمعين بين العلاجين وتكملين ذلك بكمال حسن الظن بالله عز وجل، فيرتفع حينئذ همك ويفرج الله عز وجل عليك كربتك، وتخرجين من هذا الابتلاء والامتحان بقلب مؤمن واثق بالله عز وجل بنجاح كامل بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يفرج همك
وأن يرفع كربتك، وأن يبدلك هذا الخوف بأمن واطمئنان وراحة بال، والله أعلم.